يعني خاطئ منه وهدف منه أكثر شيء قذيفة. بتذكر سوريا قبل الحرب كانت يعني كتير حلوة، وأحب رفقاتي ولعب أنا وأختي وجمع العجيات نلعب أنا وياهم ولعب بالبسكليتات، يعني كأننا عايشين بجنة. They started shooting gun and I saw a big bomb. It was scary. رفيقتي فاطمة وزهرة وسيدرة ولاء فقط اجري. The most difficult part was sleeping on rocks and climbing up mountains and down mountains up and down. ضلينا ساعتين وهم حوالي ميتين وبدهم المساعدة بس ما قدرنا نساعدهم. يعني والسبب بهذا الشيء هن السياسيين. بدي لكم يا سياسيين بطلوا اللعبة هاي مشان نحن نرجع لوطننا و مشان هالأطفال اليتامى يأمنوا مستقبلهم، نحن نأمن مستقبلنا.